بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم في مادة التربية المدنية سنة رابعة متوسط رايحة ندير درس تاع تقرير عن جلسة صلح أو محاكمة. رايحين ندرسو جلسة الصلح والمحاكمة، راح ندرسوهم بالتفصيل ونفهموهم مليح. أول عنصر راح نبدأ به هو مفهوم المحاكمة. تعريف المحاكمة، وشنو قصده بالمحاكمة؟ محاكمة هي إجراء قانوني يهدف إلى فصل في براءة المتهم أو إدانته. شو معناتها؟ معناتها باللي المحاكمة هي إجراء قانوني، مشي مثلا يروحوا يجيبوا أي واحد ولا يجيبوا أي مجموعة هكذا عشوائية ما عارف منين يجيبوها ويقول لها أرواحي حاكمي هذا الشخص، ديري له إعدام ولا ديري له براءة ولا سجنيه ولا وش رايحة دير. لا، المحاكمة هي إجراء قانوني، يعني عنده شروط قانونية اللي لازم نتبعوها باش تكون هذه المحاكمة محاكمة صحيحة. وهذه المحاكمة هذه وشنو الهدف تاعها؟ الهدف إلى فصل في براءة المتهم أو إدانته، يعني يجيبوا هذاك الشخص المتهم يجيبوه ويحكموه، يسمعوا الأقوال تاعو وينظروا في القضية تاعو وشن هي، ومن بعد في الأخير يقروا إذا كانوا رايحين كما نقولوا يعطيوا له البراءة من التهمة المنسوبة إليه، وإلا رايحين يدينوه يعني يثبتوا التهمة فيه. مثلا إذا كان سرق يثبتوا عليه التهمة باللي راهو صح سرق، إذا قتل يثبتوا عليه التهمة باللي راهو صح قتل، يسمى إدانته. الإدانة هو إثبات التهمة. هذا بالنسبة للمحاكمة. هنا رايحين نشوفوا معايير المحاكمة، يعني الأسس والقواعد اللي تمشي عليها المحاكمة. احنا خي قلنا هي إجراء قانوني، هاو المعايير تاعها، هاو الإجراء القانوني، وشن هي الحوايج اللي لازم نتبعوها باش تكون حاجة قانونية. حاجة الأولى هي لازم علانية المحاكمة، علانية المحاكمة لتحقيق الشفافية، وتكون بعض الجلسات سرية لنوعية القضية. أول حاجة في المحاكمة لازم العلانية، يعني المحاكمة يديروها قدام الناس. احنا عندنا في المحكمة كي يكون عنده واحد جلسة أو محاكمة، كي يروح للجلسة نلقاو كاين القاضي، كاين المستشار الأول والمستشار الثاني اللي يصدروا الأحكام، وكاين هذاك أمين الضبط اللي يكتب كما نقولوا حنايا الأحكام، وكاين وكيل الجمهورية الثاني اللي يصدر الأحكام، وكاين الشعب اللي يحضر للجلسة اللي تكون عنده قضايا. هذه تعتبر علانية، يعني كي يعيطوا للمتهم والضحية رايحين يعيطوا له قدام الناس اللي حاضرة في الجلسة. وقال لك وكاينه حالات استثنائيه وين تكون مثلا جلسات سريه. وشنو الجلسات السريه؟ انه هذيك المحاكمه كيعودوا رايحين يديروها للضحيه والمتهم، ما يديروهاش في جلسه علانيه قدام الناس. وشنو هي؟ يجيبوا الضحيه والمتهم والقاضي ويروحوا للمكتب تاع القاضي ويسكروا الباب، وكما نقولوا يديروها محاكمه غير ما بيناتهم. مثلا قصر، قضية أخلاقية هكذا، يروحوا يديروها في مكتب تاع القاضي، يكون هو الضحية والمتهم. هنا رايحين نشوفوا المعيار الثاني أو الشرط الثاني في المحاكمة باش تكون قانونية، الاعتماد على الأدلة. واش نقصدوا بها الاعتماد على الأدلة؟ هنا مثل الشهادات والبيانات والتقارير وأشرطة الفيديو. في الوقت الحالي أشرطة الفيديو إيه؟ هنا الاعتماد على الأدلة، مثلا كاين ضحية وكاين متهم، لما يكونوا في المحاكمة يجيبوا شهود اللي حضروا الجريمة ولا اللي شافوا هذيك الجريمة، يجيبوهم، يجيبوا اللي عنده ورقة، مثلا واحد يقولهم بلي الأرض تاعي والآخر يقولهم الآخر سرقها.
اللي عنده الارض تاعو باسمه يجيب الوثائق البيانات اللي تبين باللي صح عنده ملكيه تاع الارض. تقارير، مثلا واحد يتهم واحد يقول له ضربتني، لازم يكون عنده تقرير تاع طبيب شرعي باللي صح ضربه. اشرطه فيديو مثلا يصور الحادثه كيفاه صرات، هذه بالنسبه للادله. هنا اصدار الحكم، اصدار الحكم هو شرط المحاكمه. الثالث يقول لك عند احترام الاجراءات يتم اصدار الحكم ويتلى في جلسه علنيه. يعني اصدار الحكم يجي هو اخر قرار، يجي القاضي، يجي كما نقولوا احنا الضحيه، يجي المتهم، يجي الشهود، يجيبوا الادله، يجيبوا كلش، يسمعوا للاقوال تاع الضحيه والمتهم، في الاخير اصدار الحكم. يقول لك الحكم يجي يصدر الحكم في جلسه علنيه، يعني قدام الناس ماشي بالدرجه. هنا اربعه تحديد العقوبه. تحديد العقوبه، اذا ادانت المحكمه المتهم تعقد جلسه لتحديد العقوبه كالسجن او الغرامه الماليه. خمسه حضور الخصوم. حضور الخصوم هي النيابه العامه لهيئه مختصه في تحريك الدعوه، من افرادها النائب العام، وكيل الجمهوريه، المتهم، المدعي او المدان، المتضرر من الجريمه، المسؤول عن الحقوق المدنيه، المتهم. هذا ما يعني حضور الخصوم. هو عندنا احنا القاضي، وعندنا وكيل الجمهوريه اللي يصدر الاحكام، وعندنا المتهم، وعندنا الضحيه. هنا عندنا في العنصر هذا اجراءات سير محاكمه. اجراءات سير محاكمه، اول حاجه هو استجواب المتهم. اجراءات سير المحاكمه يعني وشنو هي الخطوات اللي تتم فيها المحاكمه. عندنا الضحيه والمتهم والشهود يروحوا يحضروا في الجلسه، وقال لك اول حاجه في المحاكمه وشنو هي استجواب المتهم. اول كلمه يمدوها للمتهم، اول واحد يسمعوه هو المتهم. قال لك هنا يحرص رئيس الجلسة على سرد ملخص وقائع التهمة بعد التحقيق، يعني التحقيق من هويته. يعني كي يبدأوا المحاكمة أول حاجة يعيطوا على المتهم والضحية. لما يتقدموا قدام القاضي أول حاجة يطلبها منهم هو يذكر اسم الأم، اسم الأب، لقب الأم، لقب الأب، وتاريخ الميلاد تاع هذا الشخص، هذا يعني يتأكد من الهوية تاعو. بعد قالك ثم يستمع إلى تصريحاته عن الأوضاع والظروف التي وقعت فيها الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها. بعد ما يعرف بروحه المتهم، يعني اسمه مو بيو وتاريخ الميلاد تاعو وين يسكن، واللي يسمع القاضي تصريحات المتهم، يحكي له على القصة كيفاه صارت بالتفصيل الدقيق. الحاجة الثانية هو سماع أقوال الضحية. بعد ما يسمعوا المتهم، أولا يسمعوا الضحية، يدلي بتصريحاته المتعلقة بالوقائع بالمكان والزمان والكيفية التي وقعت فيها الجريمة والوسائل المستعملة بارتكابها، وتطرح عليه الأسئلة ذات صلة بالقضية. يعني بعد ما يسمعوا للمتهم يسمعوا للضحية، أو الضحية ثاني يسمعوا كما نقولوا احنا يديوا الهوية تاعو، اسمه مو بيو، تاريخ الميلاد تاعو، يتأكدوا من الهوية تاعو، ومن بعد يسمعوا للتصريحات تاعو، يعني القضية كيفاه صارت. ثلاثة سماع شهادة الشهود، إذا كان كاين شهود يسمعوا للشهادة تاعهم. يؤمن رئيس محكمة الجلسة كاتب الضبط بالمنادات على الشهود قصد إحضارهم إلى الجلسة وسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة للمتهم أو المتهمين بعد أداء اليمين القانوني. احنا عندنا الضحية والمتهم كي يوقفوا قدام القاضي ما يديروش هذيك تاعي يهز ايده يحلف يقول اقسم بالله العلي العظيم انا اقول الحق، هذه ما يحلفهاش. بصح الشهود كي يوقفوا قدام القاضي ويعودوا رايحين يقولوا الشهادة تاعهم لازم يؤديوا اليمين، يهزوا ايدهم ويقول اقسم بالله العلي العظيم ان اقول الحق، هذا ما كان. هنا تصريح الخبراء، تتم الاستعانة بشخص ذو كفاءة علمية أو فنية، كالاستعانة بخبير الأسلحة.
هنا ربعة سماع مرافقة النيابة العامة، تحديد العقوبة ونوعها وفقا للقانون، هنا سماع المتهم ومحاميه في كلمة أخيرة.